اليوم ديال النازل، واللي سنعتبروه محطة أساسية في معرفة ما تقوم به من مجهودات حول إدماج الساجين. واليوم شفنا بعض الأنشطة اللي ما كانتش جديدة متنوعة رغم الظروف اللي تنعيشوها الآن ديال كوفيد، ولكن استطعت أنها تبين لنا الحقوق ديال هاد النازل فيما يتعلق بإدماجه والحقوق الثقافية، وفعلا بان واحد التميز. واخا كاين هناك برنامج اسمه التميز، ولكن بان برنامج متميز بمستوى عالي، فيه إبداع، فيه إبداع السجناء، واللي تيبين كذلك أنه كاين واحد التمتع بالحقوق حول الأنشطة الثقافية اللي هي حق من الحقوق ديال السجناء. نحن كلجنة جهوية ديال حقوق الإنسان، بالنسبة لنا من الاختصاصات ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية هو التتبع الأوضاع ديال السجناء، وبالنسبة بالتعاون مع المندوبية، وفعلا تبان لنا بأنه الحقوق اللي احنا ممكن نشوفوها داخل هذه الأوضاع هي التمتع بالحقوق الثقافية والأنشطة. بان الآن من خلال هذا البرنامج أنه كاين هذا الالتزام أو هذا القيام بهذا البرامج اللي هي من الحقوق ديال السجناء، واللي تدخل في تحسين الأوضاع ديال السجناء وإدماجهم في المجتمع. وفعلا اللي كان المثير جدا هو كيفاش انه هذه المسابقات اللي كانت انها كانت كذلك محفز على المستقبل، انها ان كل اللي تميزوا في هذه المسابقات انه برموا اتفاقيات ديال العمل عند خروجهم، وفعلا هذا تبان بانه كاين كذلك المستقبل ديال ادماجهم في المجتمع وفي وتوفير فرص الشغل لهم في المستقبل. هذا البرنامج ديال المسابقه الطبخ ديال النزلاء هنا في عكاشه كان واحد التجربه اللي هي اكسبسيونيل، اللي انا براسي تنقول لانه السجناء كنقولوا بانه السجين ما كتعرفش واش كيدير لداخل، ولكن هذه المباراه هذه خرجوا منها اربعه ديال اكسلون كويزيني، وهاد الطباخين هادو كانوا تبارك الله عليهم معلمين، اللي ما عمري شفت الطباخين اللي هما تعطوا من جهدهم باش يعطوا ما عندهم، لانه كتعرف بانه النازل هنايا او كيف تنقولوا مسجون ولا السجين عنده مسجون كيبقى مسجون، اما باش يبدا في السجن هذه حاجه اللي ما كنتش كنتوقعها. كان عندهم لا بالونتين ديال الفولاي، كان عندهم سميتو الديسير، وعندهم اون اونتري ديال السلاط، كل واحد كيبدع فيها في الشكل ديالو، ولكن المهم وهو المذاق كان رائع بنين، لانه عطاو ما في جهد. هذا اللي شفنا اليوم شيء يعني شيء رائع جدا، شيء يعني كنضرب به مثال كمغاربه، كنضرب مثال كحقوق الانسان، كنضرب مثال على كنبينوا نبرهنوا للعالم كله يعني في جميع القارات على ان النزلاء في المغرب يعيشون عيشه خاصه. انا تفاجات ملي كتشوف اللي خدا الماستر ديالو ولا غادي ياخذ الدكتوراه ديالو، يعني من الجهل الى الامل. شوف الموضوع ديال الحلقه اللي اسمه الامل، هذا شيء جميل، الانسان بلا امل كيموت، هذا شيء لا يناقش. ماذا عن الفن داخل؟ كل شيء، الفن اللي كنقول لك وهو ان انا ساهمت عده مرات مع الفن، كنشوفو يعني حقيقه حتى يعني بهذا الشيء ملي كيرجع الفضل، يعني المندوب يعني تسمي لي إدارة السجون سي تامك، لأنه هو كيقول لك أنا ما بغيتش زعما يكون سجن، كيف قال واحد القاضي عمره ما تسنى في نفس الإطار، الكلام كيجبد كلام. الله يذكره بخير، يعني وكيل العام الأول في المغرب السي عبد النبوي، كانت شي أنشطة هنا في الدار البيضاء، وكنا كانت نشاط فني موسيقي، وطلع معنا ويقول لنا واش هو يقول بالله عليكم واش دابا واش كاين شي فرق ما بين نزيل وما بين حر؟ حنا كنا بحال دابا، ولكن كل واحد ما تعرفش المصادر كيفاش غادي يكون.